كنتمنوا ليه ان شاء الله حظ موفق. المباراه اللي ما غاديش تكون سهله، يعني الكونغو هو هو هو, هو الحلقه الاضعف في المجموعه، ولكن حنا ما كنساليوش حتى شي خصم، غادي نمشيو ان شاء الله الكونغو ديالنا باش نحققوا نتيجه ايجابيه، على الاقل على الاقل نرجعوا بالتعادل، يعني 1-1 ل 0-0 باش نحسموا ان شاء الله التاهل هنا في كازا. كنتمنى ان شاء الله من الجمهور كاملين يساندوا المنتخب ديالنا المغربي بغض النظر من المدرب وبزري الحوايج، حنا داك الشيء كامل غنتجاوزوه ونمشيو نقلبوا على الانتصار في سميتو، الا ما جبناش الانتصار نجيبوا التعادل ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله حظ موفق للمنتخب ديالنا المغربي وتاهلوا ان شاء الله لاقصائيات كاس العالم في قطر، ولمالا لا ان شاء الله اننا نزيدوا نمثلوا المغرب ديالنا احسن تمثيل في قطر. وشكرا. مساله اخرى بالنسبه للتشكيله، خصوصا شفنا الغياب ديال زياج ايضا الزراوي ايضا حق الله، كي كان الجمهور يعني كيطالب صراحه شخصيا كان الجمهور كيطالب بهذا الثلاثي اللي هو يعني كيقدموا اداء جميل مع الفرق ديالهم. احنا ما عرفناش الخبايا اللي كتدور في الجامعه، احنا ما عرفناش كاينه شي حاجه ما مفهوماش في هذا الشيء، يعني احنا ما عرفناش شنو هو الاشكال، ولكن كنتمنى ان شاء الله من المدرب انه ينادي على هذه اللعابه، هذو اللعابه اللي بزاف ديال الفرق العالميه ولا الفرق ولا المنتخبات كيتعجبوا علاش هذه اللعابه هذو ما كانش معنا في المنتخب ديالنا. احنا ما عرفناش الخبايا كما قلت لك ديال شنو كيدور في الجامعه، هما رفضوا انهم يلعبوا معنا، ولكن ان شاء الله نتمنوا اليوم ان شاء الله مره اخرى يجيو باش يمثلوا المغرب ديالهم احسن تمثيل ان شاء الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين الدار، كنحييكم وكنتمنى لكم كل التوفيق. معكم حمادي عبد الرحمن، صحفي مدينه اكادير، كنحييكم وكذلك كنحييو المنتخب الوطني، وكنتمنى ان شاء الله باش يجيب النتيجه الايجابيه، لان الجمهور المغربي كروي، الجمهور المغربي رياضي، كيستحق المنتخب الوطني باش يجيب النتيجه ان شاء الله، يعني باش يتاهل لقطر ان شاء الله. وكنتمنوا التوفيق كذلك اللاعبين، وان شاء الله كنتسناو من المنتخب الوطني باش يجيب واحد النتيجه ايجابيه اللي غتفرح المغاربه كلهم من طنجه الى القويره، بالخصوص اليوم انه كنعرفوا حتى الجماهير ولاو كيدخلوا الملاعب، كاينين يعني الجماهير اللي فيهم الغيره ديال الوطن، وكذلك كنتمنوا الرايه المغربيه باش ان شاء الله تطلع في واحد العدد كبير ديال الملاعب الرياضيه. السلام عليكم. على حسب الماتش ديال غدا، كنتمنوا اننا المنتخب المغربي يحقق نتيجه زوينه، وعاقدين عليه امل كبيره انه يدير يتاهل للمونديال كاس العالم في قطر، وكنتمنوا انهم يديروا اداء جميل وما يعاودوش الاخطاء اللي كانوا داروا في المباراه اللي قبل. وحنا كمغاربه كجمهور مغربي كنتمنوا ان المنتخب ديالنا يزيد يفرحنا اكثر واكثر، واننا نحسوا بالوطنيه ديالنا في المنتخب ديالنا. مساله اخرى، اش بالك في الاداء ديال يعني المنتخب، خصوصا في مباراه ديال كاس افريقيا؟ في مباراه ديال كاس افريقيا الاخرى كان انا المنتخب ديالنا كان لاعب مزيان، وكان كانت اداء ديالو جيد جدا، بعض الاخطاء التكتيكيه هما اللي جعلونا اننا نظهروا بذاك المستوى ونظهروا بذيك النتيجه، ولكن كنتمنى انه في هذه المباريات القادمه ان شاء الله يتفادوهم وانهم يحققوا نتائج جيده ان شاء الله. وكنظن انه التشكيله هذه باش داخل المدرب خليل لوزيتش كنظن انها مزيانه وانها تمشي مزيان في هذا الماتش ديال غدا ان شاء الله. وكنتمنى انه النصر يتفادى ذوك الاخطاء اللي كان دار في ميتشان ديال كاس افريقيا. بخصوص الحكيمي وايضا اللاعبين الاخرين، والطريقه باش ظهر حكيمي كانت طريقه احترافيه اللي كتبين على المكانه ديالو في باريس سان جيرمان، وكتبين على انه لاعب عالمي بكل ما لكلمه من معنى. كسؤال اخير، زياش ومزراوي وحمد الله، يعني ما شفناهمش اليوم في يعني هاد التصفيات ولا هاد المباراه. والصراحه هادو كيبقاو اختيارات ديال المدرب، وهو عارف مزيان الخطط باش يدخل والتكتيك باش يدخل، ونتمنوا انه يكون متيقن من داكشي اللي كيدير ومتيقن بان الخطه ديالو راه تنجح 100%، وحنا مامنين به، وان شاء الله كما قلت لك عاقدين عليهم امل كبير انهم يديروا شيء جميل في هذا الماتش ديال غدا ان شاء الله، ويوريونا نتيجه مزيان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.